النمر الساذج، حكاية من التراث الصيني القديم. كان يا مكان في قديم الزمان وفي جبال الصين، كان هناك نمر كسول شره. إنه هناك على قمة الجبل، انظروا. نعم، كان يقضي وقت فراغه بالنوم، ولم يكن يعلم عن أمور الحياة شيئا. وذات يوم حضر نمر آخر لرؤيته. ألا تريد أن تأكل؟ استيقظ، جلبت لك الطعام. طعام؟ كان النمر الشره إذا ما ذكر الطعام استيقظ في الحال. اسمع يا صديقي، عند سفح الجبل يعيش حيوان يعرف بالبقرة، لحمه لذيذ وشهي. إن كنت تهتم بالأمر هيا لنصطاده يا صديقي. حقا سأذهب. لقد ذهب، لقد ذهب دون أن يسأل عن المكان المطلوب. ولكن أي هكذا حاله دائما. إن كان ما سمعته صحيحا لابد أن تكون البقرة موجودة في هذا المنزل. ربما تكون هذه، لكنها تبدو صغيرة لا تشبع. أو هذه، أخشى أن تنحشر في حلقي إن أكلتها. أو ربما تكون هذه، لكنها لا تبدو شهية. والآن ماذا أفعل؟ هذه هي، قال لي أحدهم إنها تصدر مثل هذا الصوت، إنها تبدو شهية للغاية. هذه هي، انتظري. حسنا، سوف أنتظر حلول المساء ثم أبدأ بأكلها، والآن سأنام. إنه المطر. سوف أتجمد، سأذهب إلى مكان دافئ. واستمر المطر يهطل حتى جاء الليل وغطى الظلام كل شيء، وسمع النمر صوتا غريبا. التسرب، المعبد يتسرب. التسرب؟ وماذا يكون هذا التسرب؟ لقد وصفه بالفظاعة. التسرب بكل مكان، احضروا الأواني وأعدوا القدور، تبا لهذا التسرب، كم يسبب بالمتاعب. التسرب يسبب المتاعب ويعد له الأواني والقدور. يبدو أنه مخلوق بغيض حقا، سأكون حذرا، فلابد لي أن أخذ حذري من هذا التسرب. نعم، ما هذا الصوت؟ إنه التسرب، لقد جاء مزمجرا، ربما يكون خطيرا لدرجة كبيرة. ظن النمر بأن هذا الصوت هو صوت حيوان يزأر، وأن هذا الحيوان اسمه التسرب. لكنكم تعلمون بالطبع أن التسرب ليس حيوانا، أليس كذلك؟ نعم، التسرب هو مرور مياه الأمطار من خلال السقوف، والصوت الذي سمعه النمر لم يكن إلا هذا الصوت. لقد هدأ التسرب، يبدو أنه يرتاح قليلا. حسنا، سوف أذهب لألقي نظرة على هذا المخلوق العجيب. نعم سأذهب. هيا. أين التسرب؟ أريد أن أرى. الظلام دامس. انظروا، لقد نام ثانية. أنا لص البقر. جئت اليوم أسرق بقرة. حسنا، سأشرب الماء أولا. مساء الخير، لا يوجد أحد بالمنزل. حسنا، لا تعودوا حتى أنتهي من مهمتي، والآن إلى العمل. على
أستطيع أن أرى شيئا في هذا الظلام. شيء مزعج حقا. وجدتك، لقد كنت تختبئين، أليس كذلك؟ حسنا، ممتاز. هدوء، اهدئي اهدئي يا عزيزتي، اهدئي. إذن هذا هو التسرب، يا له من وجه مخيف. كان اللص مقنعا كي لا يتمكن أحد من التعرف عليه، وظن النمر أن هذا هو وجه التسرب، فأخذ يرتجف في خوف. أي حسناً، سأبيع هذه البقرة وأحصل على الكثير من المال، بالتأكيد إنها لبقرة سبيلة. نعم، فرح اللص كثيراً وظن بأنه قد سرق البقرة. ترى ما الذي سيفعله بي؟ سيأكلني بالتأكيد، أنا واثق من ذلك. ماذا أفعل؟ اعتقد النمر بأن اللص هو التسرب الذي سمع عنه. والآن لنسترح ونأكل الطعام. الطعام؟ هل سيأكلني الآن؟ لقد تسرب الشجرة هكذا. أخشى أن ينقطع علي إن وليته ظهري. يا إلهي، ماذا أفعل؟ سيأكلني. أيها النمر، ماذا بك؟ ما الذي حدث لك؟ لماذا تبكي هكذا؟ هل أنت مريض يا عزيزي؟ هيا أخبرني، ماذا بك؟ راح النمر يشرح للقرد ما حدث بالتفصيل، وانفجر القرد ضاحكا عند سماعه القصة. لا تهتم بالموضوع. لكن هذا ليس وحشا، إنه رجل وأنت أقوى منه. فاذهب إليه واحصل لنفسك على وجبة شهية. هيا يا عزيزي، أسرع إليك. هيا. كلا، ليس رجلا، الرجال تخافني. إنه أقوى مني بالتأكيد. نعم، هو لا يخاف مني. نعم، هكذا. حسنا، سأثبت لك صحة كلامي. ألا تذهب إليه؟ أيها القرد المتطفل، ماذا سأفعل؟ وجدتها، خذ. أنت على حق يا عزيزي، إنه مخلوق عجيب. ما هذا؟ مخلوق غريب آخر، إنه يحمل رمحين فوق رأسي. أخبرني من أنت. إن الأمور تزيد إثارة. هذا الغزال، إنه خادم لي. خادمك؟ ولكن ما هذه النقاط البيضاء على جلدي؟ أخبرني أرجوك، ما هذه؟ إن هذه النقاط تشير إلى عدد النمور التي أكلها الغزال. انظر إليه جيدا، وهذان القرنان يستخدمهما الغزال في قتل النمور. نعم. تعب النمر كثيرا وأخذ يرتجف خوفا، في حين راح الغزال يتنهد في استسلام ويتأهب لالتهام النمر له، فلم يكن قد فهم شيئا مما يدور حوله. هي، إنه يتأهب لقتلك. من عادة الغزال أن ينفخ قبل أن يأكل أي وجبة. احترس. كان النمر ساذجا للغاية، لا يعرف أي شيء على الإطلاق، فأخذ يعدو هاربا. شكرا لإنقاذك لي أيها الغزال، شكرا جزيلا لك. لن أفعل سيئة بعد اليوم، ولن أسرق، سوف أعمل عملا شريفا، أعدك بذلك. نعم، لنصبح أصدقاء. منذ ذلك اليوم صار اللص صديقا مخلصا للغزال، وعاشا في سعادة دائمة. ولكن ماذا حدث للنمر؟ أين هو؟
ها هو، إنه في مكانه المعتاد. هي أنت، ألا تريد أن تأكل واحدة من هذه؟ أرأيتم؟ ما رأيكم؟ هيا سألوه أنتم ثانية، هيا. ولكن لا، أعتقد من الأفضل أن نتركه وشأنه، إنه كسول. ها، انظروا، لقد عاد للنوم.